سواء كان لديك نقص في المناعة أم لا، اليوم رح نجاوب على ما إذا كان بإمكانك الحصول على جرعة معززة من لقاح كورونا. ولما نحكي عن الأشخاص الذين لديهم نقص في المناعة، فنحن نخص بالذكر الأشخاص اللي بتناولوا أدوية بتحتوي على مخفضات مناعة قوية مثل الترانسبلانت ريسيبينتس، مرضي السرطان، أو الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض المناعة الذاتية. استجابة هؤلاء الأشخاص للقاح بتكون ضعيفة، وخصوصاً من ناحية إنتاج أجسام مضادة، ومتوسط فعالية اللقاحات لهم تتراوح ما بين 60-70%، بالمقارنة مع الأشخاص الذين ليس لديهم ضعف في المناعة والتي وصلت فعالية اللقاح لديهم لل 94%. وحسب مركز مكافحة الأوبئة CDC، الأشخاص اللي تلقوا لقاح كورونا وبيعانوا من ضعف المناعة واللي ذكرناهم قبل شكلوا 50% من حالات الكورونا الخطيرة والتي استدعت دخول المستشفى. أي بمعنى آخر، نسبة كبيرة من الأشخاص اللي بيعانوا من نقص المناعة لم يستفيدوا من اللقاح، بل وأيضا أصيبوا بالكورونا واضطروا إلى الدخول إلى المستشفيات، ووصل الأمر إلى موت نسبة كبيرة منهم، بالمقارنة مع الذين تلقوا لقاح كورونا ولا يعانون من ضعف في المناعة. ضف لهذا الأمر أن الأشخاص اللي بيعانوا من ضعف المناعة ينشرون العدوى بنسبة كبيرة. طيب، هل فعلا جرعة معززة أو جرعة ثالثة من لقاح كورونا هي الحل لمثل هذه الحالات؟ هنالك دراسة يتم إجراؤها حاليا في جامعة جونز هوبكنز، لم يتم نشرها بعد. هاي الدراسة تبحث في الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة من لقاح كورونا. ووفقاً لهاي الدراسة، هاي الجرعة المعززة بالفعل ساعدت الأشخاص الذين لديهم ضعف المناعة في الحصول على كمية عالية من الأجسام المضادة. وقامت إدارة الغذاء والدواء FDA بسماح الاستخدام الطارئ للجرعة المعززة للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وهو ما أيده مركز مكافحة الأوبئة CDC. واللقاحات اللي بتم أخذها في هذه الحالة كجرعة ثالثة هي لقاح فايزر ولقاح مودرنا، ولم تظهر أي دراسات لحد هذه اللحظة تسمح باستخدام جرعة ثالثة من لقاحات أخرى كلقاح سينوفارم مثلاً أو سبوتنيك في، على الرغم من السماح لمن تلقى هذه اللقاحات أخذ جرعة معززة من فايزر دون أي مشاكل. ووفقاً للCDC، هذا الاستخدام الطارئ موجه للفئات أو للأشخاص اللي بيعانوا من ضعف متوسط إلى شديد في المناعة، وليس للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بضعف المناعة، على سبيل المثال مرضي السكري أو مرضي الكبد والكلى. نعم، هؤلاء الأشخاص لديهم ضعف خفيف في المناعة، لكن ليس بمستوى الأشخاص اللي ذكرتهم قبل. وفي عنا كمان مجموعة من الأشخاص اللي بيعانوا من ضعف المناعة الذاتية، مثل مرضي التهاب المفاصل الرثياني والمعروف بالروماتيزم، واللي في العادة بتناول أدوية مثل الميثوتريكسات أو هيدروكسيكلوروكين، الليفلونوماين أو السيلفاسالازين. وهلا وفقا للCDC، وزي ما حكينا قبل، المستهدفين من الجرعة المعززة بالدرجة الأولى هم الأشخاص اللي بيعانوا من ضعف مناعة شديدة إلى متوسطة بالمجمل، مثل مرضي السرطان على سبيل المثال واللي بياخذوا الكيموثيرابي، الأشخاص اللي زرعوا أعضاء أو خلايا جذعية، وحالات الإيدز الشديدة والتي لم تتم معالجتها، والأشخاص اللي بيعانوا من متلازمات تؤدي لنقص المناعة. لكن في نفس الوقت الCDC تركت موضوع اختيار الجرعة المعززة للأطباء والمرضى، أي بمعنى آخر لن يكون هنالك حاجة لتقرير طبي أو وصفة طبية في حال أردت أخذ جرعة ثالثة من اللقاح. وفي هذه الحالة يمكن لأي شخص أن يقول بأن لديه ضعف في المناعة ويتلقى هذه الجرعة، إلا إذا قررت الجهة المسؤولة عن اللقاحات ضرورة إحضار إثبات طبي. طيب، ممكن تسأل حالك، ما المانع من أخذ جرعة معززة من اللقاح حتى في حالات ضعف المناعة الخفيفة أو الحالات الطبيعية؟ والجواب هو أن الجرعة المعززة أمر مطروح لجميع الناس وليس فقط لذوي المناعة الضعيفة، ولكن ليس في نفس المساحة الزمنية، حيث تم طرح موضوع أخذ الجرعة الثالثة بعد 8 أشهر من تلقي ثاني جرعة للقاح للأشخاص الطبيعيين. طيب، كيف ممكن جرعة معززة من لقاح كورونا تفيد المناعة؟ شركة فايزر بعثت دراسات عن الجرعة المعززة للقاح كورونا لإدارة الغذاء والدواء FDA، قالت فيها بأن الجرعة المعززة أنتجت أجسام مضادة ومناعية ضد فيروس كورونا، وبالأخص المتحورات دلتا وبيتا، أكثر من الجرعتين السابقتين، وهو أمر مطلوب حاليا في ظل المتحورات المختلفة للفيروس. وبالنهاية نتمنى الصحة والسلام للجميع، ولا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى تكونوا على اطلاع دائم بآخر المواضيع اللي بتخص صحتكم. وشكرا لكم.